غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم. واحدة تصوم واحدة تحج سبع مرات. غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل وتنفيذ لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين. حرصت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. ربي كريم هو الفتاح. وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه. وأول ما الموضوع فتح على طول كانت قوات مسلحة سباقة في هذا الموضوع، وكنا احنا من أول الأفواج اللي طلعت. وبنشكر إدارة الشؤون المعنوية وبنشكر قوات مسلحة، يعني بصراحة يعني بأمانة تنظيم يعني فوق الرائع. أمنية كلنا بنتمناها إن احنا نزور الروضة الشريفة ونروح نعمل عمرة ونأدي المناسك. هي مشاعر فياضة، مشاعر جميلة الحقيقة. احنا في شوق وتوقين لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا شايف القوات المسلحة الحقيقة بعثة محترمة وبعثة كل الترتيبات الحقيقة ترتيبات محسوبة كويس جدا. الحقيقة الزملاء في إدارة الشؤون المعنوية بيؤدوا واجبهم لخدمة جموع الضباط وأسرهم حقيقة وأسر الشهداء. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يكرمه ويكفي شر اللي يأذيه وينجيه في كل طريقه. واحدة تحج سبع ومن الجيش المصري ومن بعثة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لكل السلطات السعودية. الجيش المصري وأهلنا وأخواننا المصري مصر كلهم. الله نورتونا، يا أهلا وسهلا بكم.